بنات، كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله في هذا الفيديو هذا جديد. شكرا بزاف بنات اللي دخلوا معايا جدادين في لاشين، شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم اللي كيفرحوني بزاف، شكرا بزاف عجبتكم لاشين ديالي اللي هي ديالكم تاتوما. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي يكون تقريبا كمل ديال الفيديو السابق اللي كنت بارطاجيت معكم اون كريم اللي كتزول اثار ديال الحبوب. وبزاف بنات في لي كومونتير سقساوني واش كتزول حتى الاثار ديال الحريق ولا ديال لي سيكاتريس. الوغ اليوم غادي نبارطاجي معكم 3 كريم اللي هما مزيانين لي سيكاتريس. انا جربت وحده فيهم صراحه ونفعتني بزاف، بحق نبارطاجي معكم حتى ياخرين اللي سمعت عليهم حتى هما مزيانين. انا كنت في الاول مترده شكون فيهم اللي غادي ندي، وليدي صافا حتى هي يعني مزيونه وفات لي بالغرض، مي كاينه حتى وحدين اخرين اللي سمعت عليهم حتى هما مزيونين غادي نوريهم لكم. انا باش استعملت هاد الكريمه هادي كانت وقعت لي واحد الحادثه، هادي تقريبا عامين هكذاك تقريبا عامين كنت طحت وتفتح لي من اخرين من هنايا. المهم كانت عندي واحد السيكاتريس هنايا كبيره. المهم كنت طحت من التوبوغون، كنت في لابيسين في التوبوغون، و المهم نعاودكم كنت في التوبوغون وكنت في ديك كتجي بحال كاميرا هذا كتكون فيها، وباش هوت في القاع ديال التوبوغون تكعورت. المهم هو نورمالمون كان كاين الماء، بالحق الماء شويه الوغ راسي جاني فوسط الارض وعنقي تخلي داخل. المهم فريمون كنضحك دابا بحق سيتي فريمون غراف، يعني كانت فريمون تفتحت لي هاد المطاح هذا كامل. انا بديك الدم سخون ما فطنتش، نوض ضحكت على راسي كيفاش طاحت، نوض كنضحك عاد كنشوف بنت لي معايا كتقول لي علاش كتضحك، كتقول لي وجهك معمر الدم. كانت فتحه كومام كبيره، يعني نخليكم تصور هنايا تشوفوا، يعني تفتح لي من هنايا حتى هنايا. والمشكله ماشي غير من اخر، يعني من بعد هاد المطاح كامل رجع لي زرق تحت عيني. من بعد داك يجيني الحريق وعنقي ما كنتش كنقدر نعس، الحريق ديال العنق يعني حتى شحال عنقي جيت طحت على وجهي، يعني ما طحش عليك غتقول في وسط الماء، حتى شو يعني واخا في وسط الماء هبط تنقع ما عرفتش حتى كيفاش وقع لي. المهم فريمون الراس ديالي تبزع هكذا تخلي داخل عنقي وتفتح لي. الحمد لله كانوا تما الاسعافات الاوليه، جاوا عملوا لي طونسيون ديك الخلعه، انا كوميم غادي تخلع باش تشوف ديك المنظر تشوفوا لي طونسيون. نيشان مي شافني هكذاك عطاني الدواء قال لي باش يزول لك الحريق، ومن بعد قال لي نورمالمون يعني كبيره خاصها تخيط. بالحق ما عندهم ديك بحال كيجي بحال واحد الفساق مي كيكون سبيسيال، يعني كيدخل هكذا بعطيته هما رجعوا كيعملوا دابا في عوض ما كيخيطوا كيكون بحال واحد الفساق كيعملوا واحد هنايا واحد هنايا وكيجبدوا هذا اللحم عند اللحم باش كتشد. المهم انا ديك الساعه قلت له اول حاجه قلت واش غادي يبقى لي الاثر، يعني واش غيبقى الاثر ولا زعما غادي يزول. قال لي نورمالمون فتحه عندك كبيره، يعني ما قال ليش ما قال لي كومام فتحه عندك كبيره ما يعني صافي غادي يبقى شي حاجه. المهم قال لي رود بال غير ما باش ما يبقاش يبان لك ديك المطاع بزاف هكذاك، شوف من بعد شوف شي كريم تعملها وسي هاد الايام هادي. حتى انا كنت انا مشيت فاكونس وقيلا النهار الثاني ديال فاكونس ولا الثالث، قال لي ما تعرضش راسك مره نقيله، بقى ببارتي فوسط فوق من اخرك، وسي بقى تغطي وجهك بالطربوج وداكشي، ما تاديش ما تخليش قايله مره تادي لك وجهك. الوغ صافي بقيت هذا كنبدل باسما على يومين ثلاث ايام كيبدلوها لي، وسي ما بقيتش كان اديتش قايله مره، واخا مشيت البحر ما كنتش كندخل وما نعومش ما اديتش وجهي في الممالح. الوغ بقيت هذاك الصيف كامله ما اديتش قايله ما عمتش، يعني واخا كنعم ما كنحشيش راسي. المهم باش ما ديك المطاح تشويله تحمرتي وديك الجرحه باقي ماشي مجدوده، يعني مي غادي تبرى غتخلي لك بحال اون تراس، غادي تبقى لك تراس ديجا يعني فريمون كانت كبيره. يعني مي جيت مي رجعت فحالي تقريبا في الاخر ديال الفاكونس صافي بديت كنزول باسما فريمون كتبان بحال يعني بحال كتكون خيطه اللحم، يعني حتى ولا ملي كنقلب عيني هكذاك كتبان لي شي حاجه هنايا خارجه. باش رجعت فحالي فريمون ما حملتي راسي، يعني خايبه بزاف كتبان هكذا بحال خيا يعني بحال اللحم هكذا. مهم كيبان كتبان تراس كبيره. الوغ باش جيت بقيت كنشوف لي غروب هكذا وكنسقسي ا غوشا دروات، نصحوني ثلاثه ديال الكريمات اللي مزيونين اللي هما سيكا بلاست ديال لا روش بوزي وسيكا الفات ديال افين وكيلوكوت. هادو ثلاثه الكريمات اللي سمعت عليهم احسن كريمات يعني ديال لي سيكاتريس وديال الحريق بجوج. ثلاثه ديال الكريمات اللي شفت عليهم لي كومونتير مزيونين، شفت لي زافي ديال الناس، يعني فريمون شكروهم الناس بزاف.
انا استعملت ديال استعملت كيلو كوت، هي اللي زودت لي الاطفال. انا نخلي لكم تصويره يعني كيفاش كان مناخري. فريمون ما خلات لي ما بقاتليش. انا شفت هاد الكيلو كوت بزاف كينصحوا بها لي جينيكولوج، على حسب الناس اللي كيكونوا عملوا السيزاريان كيقولوا مزيان، يعني غير تبرى لك الجرح كتعملها فوق منها، يعني كتزول سيكاتريس. باش شفت انا بزاف ديال الجينيكولوج كينصحوا بها، قلت مادام كتزول التراس ديال مخيطه ديال السيزاريان يعني غادي تزول حتى الجرحه بحال هكذا. ودخلت قريت عليها، كتبين عليها كتزول اثار ديال الحريق وديال الجرح ديال الجرحات، غير هي خصك تخلي ديك الحريق، ولا المهم الحريق ولا كانت الدرجه الثالثه ما تعملوش فوق الحريق، يعني خصو حتى يبرى عاد تعملوا فوق منه. حتى مثلا ولا تفتح لكم مثلا شي سيكاتريس ولا شي حاجه مثلا بحال هذا، شي ضربه حتى تبرى ديك الجرحه عاد تعملوا فوق منها. ومده باش كتبرى بها، باش كتبرى يعني ديك الجرح هذاك، خصك من بين 60 يوم حتى 90 يوم. ولا كان الجرح شويه قديم خصكم تفوت على 90 يوم، يعني ولا كان غير ديك الساعه مثلا غير ما بقى شي طري وعملتو فوق منه، يعني من 60 حتى 90 يوم. ولا كان شي جرح قديم غتفوتو 90 يوم عاد تقدر عاد يقدر يمشي. وكتبين عليها بان كتصلح حتى جرحات قدامين، بحق ما يكونوش هذيك الجرحات عاوتاني قدامين بزاف، يعني يكونوا ما بين عامين حتى 4 سنين على حسب الجرحه كيفاش عندكم. غير هي مده ديك الساعه خصكم تعملوا يعني ديك 90 يوم فوق، يعني على حسب الجرحه كيفاش غادي تكون. المهم انا صراحه باش عملته هنايا عملته تقريبا 3 شهور، عملته 3 شهور ما بقاني حتى شي حاجه. هذا كتجي بحال هكذا. المهم انا نخليكم التصويره ديالها باش تبان بلو كليغ، باسكو هيدا ما غاتبانش مزيان. المهم انا كنت كملت هذه، ها هي، وشريت هذه باش نبداها في الجرحه. المهم هذه هي، هاد الطوبو هذا مشى لي غير هنايا. المهم حتى انا الجرحه كانت عندي غير هنايا، هذا كفاني 3 شهور. بحق انا شريت ثاني على حسب كانت عندي انا واحد الجرحه واحد الحرقه بفران، وحتى هي ما بقات لي شي، يعني هذا ما عملتوش حتى بزاف ومشات لي، يعني قل من هذا ها هو. وباقي اللي فيه دابا. المهم انا نخليكم الاسم، نخليكم التصويره ديال هذا هنايا، غادي تبان لكم تجيكم ساهل، يعني الا ما كنتي كتبان لكم هكذا يعني باش تجيكم ساهل نجبروهم من بعد. والثمن هذا انا شفت في المغرب، المهم انا شريته 19 اورو. هذا هو كيعمل 19 بحق، ولا كانت عندكم شي جرحه كبيره يعني كاينه فحالو كيعمل شي حاجه 20 وكبير، مي انا قالت لي عندك غير هذه دي غير هذه. شفت في المغرب الناس قالوا شراوه ب 12000 فرانك، ب 12000 فرانك شفتهم شراوه في المغرب، انا ديتو ب 19. المهم حتى مي غادي تشريوه نتوما بحق صراحه واعر. انا جربت هذا، ما جربتش يا اخرين، بحق حتى يا اخرين شفت عليهم لي كومونتير بزاف، والناس يعني اللي كنثق فيهم يعني يشكروه مزيان. مي انا ما عرفتش، شفت لي جينيكولو كينصحوا بهذا اكثر، قلت نجربه وصراحه ما ندمتش، ودليل انا شريت الثاني. المهم انا اي حاجه كتعجبني كنشري الثاني، كنجرب حاجه اخرى. بحق باش يقول لك شي واحد، بزاف الناس كيقول لك كيزول حتى لي سيكاتريس اللي كنت مثلا ولا كنتي تحتي ملي كنتي صغيره ولا شي حاجه قديمه كتزول. نو هذه مستحيل تزولها لك، ضروري خصك شي جراحه يعني باش يزولوها لك تجميل. اما زعما الحاجه ما بين عامين واربع سنين صافا كتكون اللحم تقدر تصلح، اما الحاجه قديمه ما يعني مستحيل شي حاجه غتزولها لك، هذا غتجي وتزولها لك، ضروري خص التجميل. الحالات اللي ما تقدروش تستعملوها غير هي ميكون الجرح باقي جديد، ولا يكون مثلا محروقه درجه ثالثه، ولا على الدوره العينين هنايا، ولا الحاجات الداخليه، يعني غير خص غير استعمال خارجي. وحاجه اخرى تقدروا تستعملوها حتى الاطفال، يعني حتى العيون صغارين ولا كانوا مثلا مقموشين ولا طاحوا لكم مثلا، غيبره لهم ديك الجرح تعملوها فوق منهم. وما كتبقاش بزاف باش تبس، ولا عملتي غير كوش هكذا، هي نورمالمون كوش اللي كتصلح مثلا غير صغيره 5 دقائق كتكون يبست. وقريت وسي مثلا حتى ولا كنتي عاملاها تقدر مثلا فوق منها تعمل ماكياج، غير خصو يكون يابس وصافي، يعني ولا كانت عندكم شي قمشه في وجهكم عملتوها غير تكون يابسه تقدروا تعملوا فوق منها ماكياج. هادشي كنت قريتو شحال هادي ملي كنت باش بغيت نشريها. مي دابا باش بغيت نعمل فيديو عاود مشيت ديت داكشي من جوجل، وغادي خليتهم لكم هنايا باش تجيو تاكدوا يعني الحاجات اللي كيقولوا. هاد الكريمه كنت عاوله غنبارطاجيها معكم شحال هادي، مي دابا باش عملت هاد الفيديو هذا قديم، بنات طلبوا لي في لي كومونتير واش كتزول الاثار قدامين، الوغ ديريكتومون قلت نعمل لكم فيديو على هادي.
باش يعني باش نفيدكم. في حالي انا بدي استفدت من البنات اللي ديجا هضروا لي عليها وصافي. المهم كنتمنى هاد الفيديو هذا يكون فادكم وجربوها، يعني فريمون مزيونه. وتاي اخرين يعني شفت الناس شكروها، مي انا جربت هذه. وكاينه وحده في حاله اللي تقدر تعملها في بقاقش، يعني ماشي هذا كريمه، مي هذا جا جيل، يعني جا بحال جيل وكل ساق، يعني ما كتستعملو كتحس بحال الساق، يعني بحال بحال الساقه، مي فريمون مزيون بزاف. انا زولي الجرحه. وكنت كنعملها جوج مرات، نسيت ما قلت لكم شي هذه، كنعملها جوج مرات في النهار، كنعملها مي كنوض كنغسل وجهي في الصباح، وكنعملها مي كنجي نعس، يعني لمده 3 شهور ما وقفتها شي مره، حتى شفتها يعني انا ماشي انا كنعملها وهي كتزال. مي فريمون دابا ما عندي حتى شي حاجه بحال اللي كتشوفوا، يعني ما بقات لي حتى حاجه، راه كانت عندي من هنايا حتى لهنايا، فريمون كانت خايبه وكتبان. خاصي نخليكم الاسماء ديالهم في صندوق الوصف. كنتمنى نكون فيتكم. المهم انا كنبارطاجي معاك واحد الحاجه انا جربتها وفيتكم بها، بحالي انا بدي كنستافد من ناس اخرين. فوالا كنتمنى، المهم جينا لاخر ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتجوزوا هذا لاخر رمضان بخير وعلى خير، وان شاء الله شي فيديو اخر ابخي رمضان ان شاء الله مور العيد. الف سلامه، وكنعطيكم واحد بوسه كبيره، وشي فيديو اخر ان شاء الله ولا كتر.